أهلا وسهلا فيكم. أنا رمزي بوجابر، مدير فندق كالتون الشارقة. حابب أعطيكم نبذة بسيطة عن مجموعتنا. ضمن مجموعة فنادق الحساوي، من ضمنها بتضم فندق الشاطئ، الشاطئ الذهبي، النوفا بارك، بالإضافة إلى فندق الكالتون. طبعا بالنسبة لفندق الكالتون، يعتبر فندق الكالتون من فئة الأربع نجوم، وهو يعتبر أول فندق بإمارة الشارقة بدأ العمل فيه بسنة 73. طبعاً بيتميز فندق الكالتون بموقعه الخلاب جداً اللي موجود بمنطقة الخان، على أجمل شاطئ موجود بإمارة الشارقة على الخليج العربي، بشاطئ يمتد 200 متر. بيتضمن فندق الكالتون 172 غرفة وجناح، في غرف بتطل على البحر بالإضافة إلى غرف بتطل على المدينة. بيشمل كمان طبعا صالات أفراح، قاعة المباركية تتسع ل 600 شخص، صالة البدرية ل 100-150 شخص، صالة المؤتمرات، بالإضافة إلى يوجد في عنا تقريبا ثلاث مطاعم، اللي هي مطعم البامبو، مطعم الأطلال، بالإضافة إلى البيتش كافيه اللي موجودة على البحر. بالنسبة لفندق الشاطئ فهو من فئة الثلاث نجوم، بيحتوي على 132 أوضة، كمان نفس الشيء، شاطئ مساحته 100 متر، بيشمل أكبر بركة سباحة تقريبا موجودة بإمارة الشارقة. اسمي ألفريد مونتيرو، وأنا مسؤول قسم الأغذية والمشروبات في فندقي كارلتون والشاطئ في إمارة الشارقة. يسعدني اليوم أن أعرفكم على القسم الرئيسي والهام في أي فندق، فكما تعلمون ولا يخفى عليكم بأن هذا القسم لا يقل أهمية عن باقي أقسام الفندق، فالزوار يطمحون لأن يكون أكلهم كما يتمنون ويشتهون. مطابخنا تقدم ثلاث وجبات يومية، الفطور والغداء والعشاء لكل الزوار، كل حسب حجزه المسبق. لدينا طابع خاص بكل الأطعمة التي نقدمها، فأطباقنا عالمية ومتنوعة وتناسب جميع الزوار من أنحاء العالم. لمستنا السرية هي بأننا نضفي على الأطباق اللمسة الشرقية والعربية الأصيلة التي يبحث عنها كل من يزور الشارقة. تعتبر مدينة الشارقة من المدن الأوائل في فرض وتطبيق معايير الأمن والسلامة الغذائية، وعلى هذا الأساس لدينا فريق عمل متكامل في المطبخ يضم جنسيات مختلفة، لديهم روح الفريق الواحد ومدربون على أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة الغذائية، ولديهم خبرة كبيرة ودراية واسعة في إعداد الطعام بأنواعه المختلفة، وحاصلين على شهادات واعتمادات من بلدية الشارقة، ونحرص كل الحرص على أن نبهج زوارنا في كل ما نقدمه لهم من أطباق رئيسية وحلويات وسلطات. أهلا وسهلا فيكم، معكم الشيف هادي هديفي من فندق الشارقة كارلتون. نحن هون بنقدم عندنا ثلاث وجبات باليوم، فطور وغدا وعشاء، مختلفة بأنواعها الأطباق، من غربية لشرقية، المطبخ الهندي. ونحرص يوميا أنه تجينا الخضار والفواكه كلها طازجة من الأسواق مشان نقدمها للزبون. زبائننا مختلفة جنسياتهم، نحرص أنه نقدم لهم شيء مميز يناسب ذوق العالمي وذوق البلد اللي نحن فيها هون.
الفطار عندنا مكون يعني في كونتيننتال وفي غربي، والشرقي منه فيه عندنا فطور يعني في مقدم فول وبيض مقلي وأومليت ورز مقلي مع الخضار وشوربات على الإفطار. بالنسبة للغداء، الغداء عندنا متنوع كثير، يوميا بنقدم شيء مختلف من أنواع شوربات مختلفة عالميا، عربية شوربات عربية، أطباق الأسماك بأنواعها، أطباق الرز من البرياني للمندي، أطباق الأسماك أي نوع من الأسماك بنقدمه يوميا. العشاء عندنا كمان أنواع مختلفة كمان من السلطات والطبق الرئيسي، السلطات متنوعة كمان، فتوش، تبولي، سلطة القيصر، أنواع كثير بنقدم سلطات يعني مختلفة من غربية لشرقية. بالنسبة للفريق العمل بالمطبخ عندنا يعني حصل على شهادات كويسة بمجال الطبخ وكلهم مدربين وحاصلين على شهادات الحصب والنظافة من بلدية الشارقة، أعطاء شكل جديد للبوفيه يوميا، بأعطائه ديكوريشن جديد، لون جديد، تغيير نمط الطبق. كان يوم جميل لنا في الشارقة بجودتها، وما شاء الله أماكن مناسبة جدا. جينا علشان نعيد ذكرى زواجنا، فكان بالنسبة لنا شعور جميل واستقبال وكل شيء متطلبات موجودة فيها، يعني استمتعنا براحة تامة. وشدني موقع الفندق كارلتون الشارقة، في موقع الجغرافي على البحر، وأيضا ملحقات الفندق، المسبح، الجاكوزي، السونا، الصالة الرياضية، البوفيه، الغرف، السويتات في الفندق رائعة نظيفة، مستوى النظافة ممتاز جدا يعني بصفة دورية، أيضا التعامل، الفندق، الخدمات، المواقف، حقيقة الفندق أفكر أني أرجع له مرة ثانية. كارتون الشارجة، أنا الفريق عندي مدرب، عندهم كلهم خبرة، كل اللي عنده خبرة 7 سنوات، كل اللي عنده 8 سنوات، كل اللي عنده 10 سنوات خبرة، كلهم مدربين، كلهم بيعرفوا ينظفوا، كلهم بيعرفوا يتعاملوا مع الزباين هالشي. وإحنا كنعملوا لهم كل أسبوع لازم كنعمل لهم ترينينج باش كنعرفهم، باش ما لكنه مش حاجة بينسوها، نكون أنا بعرفهم، بيعرفوا أشنو الشغل ديالهم، أشنو كيف يتعامل مع الزباين، كيف يحكي معاه، كيف يكون هو نظيف. لازم يكون اللي بينظف الغرفة يكون نظيف، يكون هو كثير باش يخلي الزبون ما يكون يشوف اللي بينظف لي الغرفة كثير مش نظيف، وهذا بيتشكى من الغرفة. مرحبا بكم، اسمي أمارت باديا وأنا مدير التسويق والمبيعات في فنادق كارلتون والشاطئ في إمارة الشارقة، التي تعتبر المكان الأمثل لقضاء الإجازات والعطلات للكثير من الأشخاص والعائلات في مختلف دول العالم.
الذين يبحثون عن المتعة والاستجمام وقضاء أمتع الأوقات في ربوع الشارقة. تزخر الشارقة بفعاليات ومؤتمرات ومعارض عالمية على مدار العام، مما يساعدنا كإدارة التسويق في الحصول على فرص أكبر لزيادة نسبة إشغال الفندق في معظم أيام السنة، مما يجعلنا نسعى في كل عام لتطوير خدماتنا حتى تتواكب مع تطور الإمارة السريع. بيتميز فندق الكالتون وفندق الشاطئ بالموقع تبعه، بيبعد تقريبا 20 دقيقة بس عن مطار الشارقة، بالإضافة إلى بيبعد مسافة قليلة جدا عن الأكواريوم، عن واجهة المجاز المائية، حديقة المجاز المائية، بالإضافة إلى قناة القصبة. بالنسبة للباص السياحي، بتأملنا شروق باص سياحي على مدار اليوم، كل فترة تقريبا 45 دقيقة في باص، وفي له كذا محطة هون بياخد السواح اللي موجودين بالفنادق تبعنا، بيعملوا جولة على مناطق الشارقة السياحية. في تعاون كتير كبير بين مجموعة فنادق الحساوي وهيئة الإنماء التجاري بالسياحة فيما يخص عملية الترويج لإمارة الشارقة، سواء كان داخليا أو خارجيا. فدائما منشارك مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بمعارض خارج الدولة للترويج للسياحة بداخل السياحة لإمارة الشارقة. إذا حبيتوا تزورونا فيكن تفوتوا على جميع مواقع الإنترنت، نحن موجودين بكافة مواقع الإنترنت الخاصة بالحجوزات، بإمكانكن تفوتوا تحجزوا الغرفة، نوع الغرفة اللي أنتوا بدكن إياها، حتى طريقة الدفع، كل التسهيلات أو كل المعلومات الخاصة بالفندق متوافرة بكافة مواقع الحجوزات. بيقدم الفندق خدمات كتير كبيرة لنزلاء الأوتيل، طبعا مواصلات مأمنة لجميع المولات اللي موجودة بإمارة الشارقة، بالإضافة إلى الأماكن السياحية والتاريخية اللي موجودة فيها. طبعا منقدم في كمان تسهيلات كتير كبيرة إذا الزبون حابب يطلع سفاري، يطلع رحلة صيد أو غوص، كل هذه التسهيلات موجودة بالفندق. الفندق جميل، البيتش حلو، مسبح كويس، حمام سباحة كويسة، الغرف زين، السيرفيس معقول كويس، فطار غدا عشاء، الرستوران كويس، الباركن كويس، بعيد عن البلد، هادي، مكانه مطل على البحر، كارتون الشارقة جميل. مدينة الشارقة مدينة سياحية ورائعة جداً، بها أماكن جذابة كالقصباء، السوق المركزي، المتاحف المتنوعة. أنا أجد راحتي بهذه المدينة وأكرر زيارتها بشكل مستمر، لديها طابع سياحي جميل ومتفرد في كل ركن من أركانها.